موجز الأخبار من النشرة. حط استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال المنطقة قدام منعطف خطير بظل الرفض اللي عم بتعبر عنه القوى الإقليمية المعنية تركيا وإيران والعراق وسوريا والتهديدات اللي عم تطلقها باحتمال التصعيد، وبوقت واضح أنه في إجماع كردي بالدول الأربعة المذكورة على تأييد الخطوة اللي قام فيها رئيس الإقليم مسعود البرزاني. بينطرح كتير من الأسئلة حول التداعيات اللي رح تترتب على هيدي الخطوة بالأيام المقبلة. فاعتبر الكاتب والمحلل السياسي العراقي حسن سلمان بحديث للنشرة أنه إطلاق موضوع الانفصال بهذا التوقيت هو نوع من الاستبدال لمشروع الجماعات الإرهابية، وأشار إلى أنه المشروع الجديد هو أحد البدائل اللي عم بتخطط له الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية المتحالفة معهم. من جهة تانية وضح الكاتب والمحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة بحديثه للنشرة أنه الاستفتاء رح يؤدي لأزمة جديدة بالمنطقة باعتبار أنه الظروف مش مناسبة، ولفت إلى أنه في مشروع إسرائيلي الهدف منه زعزعة استقرار المنطقة بعد انتهاء دور الجماعات الإرهابية. وعن مفاعيل هيدا الاستفتاء، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط عن تعليق رحلتها من أربيل وإليها ابتداء من نهار الجمعة المقبل، بحيث رح تكون الرحلة الأخيرة للشركة لهنيك بعد ما أصدرت السلطات العراقية قرار وقف الرحلات لمطار أربيل. بينما أكدت الخطوط الجوية التركية أن الرحلات الجوية لأربيل والسليمانية مستمرة، وأشارت إلى أنه ما تلقينا أي خبر رسمي بتسكير هول المطارين. للمزيد من التفاصيل حول الاستفتاء بكردستان معنا على الخط المحلل السياسي العراقي أمين ناصر. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمين. مرحبتين حبيبي، تفضل. أستاذ أمين، شو قراءتك لخطوة الاستفتاء لاستقلال كردستان عن العراق بظل التداعيات اللي ترتبت عليها دوليا وإقليميا؟ تم حزب في كردستان يتقاطع مع الأحزاب الأخرى ولديه مشاكل داخلية، حزب مسعود برزاني وهو حزب الديمقراطي، يختلفوا مع حركة التغيير ويختلفوا مع حزب الاتحاد الكردستاني ومع الأحزاب الإسلامية، يحاول أن ينفرد بالسلطة ويحاول أن يحقق الحلم الذي ابتدأه والده ملا مصطفى برزاني، ولهذا يحاول قضم مناطق كثيرة وكبيرة من كركوك المتنازع عليها كجلولاء ومندري وخانقين وطوس خرباتو لتأمين بعد استراتيجي أوهمه الآخرون على أنه سيحقق دولة، وبالتالي هذه الدولة ستنتشر وتكبر في تركيا وإيران وسوريا، وهذا ما رفضته الدول المجاورة للعراق الدول الثلاث. أعتقد أن ثمة تراجع سيكون في هذا الاستفتاء من قبل مسعود برزاني، ذلك بعد الحصار الكبير الذي بدأت يعني معالمه تظهر الآن من حصار جوي وحصار بري ومقاطعة إيرانية تركية عراقية. المحلل السياسي العراقي أمين ناصر، شكرا كتير لك. شكرا جزيلا لك حبيبي تاب محمد، شكرا. على المقلب المحلي، بعض البلد عم بيعيش أجواء الإضراب العام بكتير من مؤسساته وإداراته المعطلة شغلة لحتى يتم دفع الرواتب على الأساس الجديد، خاصة بعد ما أجلت الحكومة مبارح جلستها اللي ناقشت فيها تأمين تمويل السلسلة لجلسة رح تعقدها بكرة الخميس. رح يناقش مجلس النواب الأمريكي بكرة الخميس تعديل قانون العقوبات على حزب الله لتضمينه إجراءات إضافية بين اللي بيتصل بانتهاك حقوق الإنسان من خلال استخدام المدنيين كدروع بشرية. استغرب وزير الاقتصاد السابق على حكيم عبر النشرة النقاش اللي صاير بالحكومة حول إمكانية تعليق العمل بالسلسلة حتى تأمين الإيرادات اللازمة لتمويلها، وشدد على أنه السلسلة حق للموظفين وتحولت قانون نافذ ما بيجوز الرجوع عنه، كما أنه عملية تمويلها سهل كتير، وسأل ليش ما بيمولوا السلسلة من الضرائب على المصارف أو من حساب الدولة بمصرف لبنان. ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعي 95 و 98 أوكتان 200 ليرة، أما المزود فارتفع 300 ليرة. أعلنت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني ببيان أنه ببلدة خربة يونين بجرود عرسال ضبطت الدورية من مديرية المخابرات 6 عبوات مجهزة للتفجير، فيما كشف مراسل النشرة بالبقاع أنه لغم أرض انفجر بمحلة المجر بجرود عرسال ما أدى لمقتل اللبناني يوسف أحمد الحجيري البالغ من العمر 60 سنة وإصابة مرته فطوم الحجيري البالغة من العمر 50 سنة بجروح بليغة. دوليا، أعلنت منظمة الشرطة الدولية الانتربول قبول عضوية فلسطين بالمؤسسة خلال تصويت بالجمعية العامة للمنظمة. أفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الضربة الصاروخية على مطار كابول، وأشارت إلى أن الحركة أكدت أنها كانت ناوي تستهدف طيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
أعلن مصدر أمني بمحافظة الأنبار العراقي لوكالة السومرية أنه اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد تسلل عدد من الإرهابيين لمنطقتين بالرمادي. ختام الموجز كان معكم من التقديم محمد زهوي وعلى الإخراج حسين هزيمة.